ومن كراماته العجيبة رضي الله عنه أنه كان مع خلق من أتباعه مع عدد كبير على شاطئ النهر، فقال له بعض الدراويش بعض الفقراء: يا سيدي نحن جياع. فأشار بيده الشريفة إلى النهر إلى الأسماك وقال: تعالين بإذن الله. فجعلت الأسماك تخرج من النهر وتجيء إليه، ثم ملأوا الطواجن وشووا وأكلوا، وبقي من هذه السمك رأسها ومن هذه السمك ذنبها. ثم قال له بعض الحاضرين: يا سيدي ما علامة الرجل المتمكن؟ قال: أن يقول لهذه العظام: عودي كما كنت بإذن الله فتعود. فكسيت لحما بإذن الله بقدرة الله بخلق الله، وعادت الأرواح إليها واضطربت في الطواجن، ثم قفزت ورجعت إلى النهر وانسابت في الماء وذهبت. أسمعتم أيها الإخوة؟ أسمعتم؟ إذا سمع أعداء الإسلام هذا الكلام علموا أن الإسلام في أزمة. أين عقول المستمعين الذين يستمعون إلى هذا الداعية إلى أبواب جهنم؟ أين عقولهم؟ أين عقولهم أيها الإخوة؟ يعني لست أدري، أعجز أن يجد في كتاب الله عز وجل ما يلين قلوب العباد، أم أنه لم يجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدقق القلوب؟ ما الفائدة من هذه الخرافة التي سمعناها الآن؟ نادى للسمك، خرج السمك، السمك جلس في الطواجن، ثم طبخ وشوية، ثم أكل السمك، ثم أمره بإذن الله. كل هذا بإذن الله، يعلق خرافته بكلمة بإذن الله حتى يمدد خرافته والعياذ بالله. ما هذا أيها الإخوة؟ ما هذا؟ حقا نحن في أزمة، حقا نحن في أزمة أيها الإخوة، أزمة حقيقية والعياذ بالله. هناك أتباع يستمعون إلى هذا الكلام ويؤمنون به والعياذ بالله. اتقوا الله في أنفسكم أيها الإخوة، هؤلاء ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسيمر معنا في آخر اللقاء حديث يبين لنا كيف أن هؤلاء ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لنسمع إلى الداعية الثاني الذي يلي هذا الداعية، اسمعوا إلى هذه الخرافة أيها الإخوة.